الأكيد أن الأرقام هي التي يمكن أن تعبر عن ذلك وتؤكد وتوضح بشكل واضح لا يقبل الشك مدى تطور هذه الاستثمارات، بحكم أن المغرب اليوم هو أول مستثمر في دول غرب إفريقيا على مستويات متعددة، وهذا وحده كفيل بأن يبين لنا أن المجهودات التي بذلت في المغرب على مستوى الاستثمارات هي مجهودات ملموسة وواضحة. ثم لابد من القول من أن الاستثمارات الآن الموجودة في إفريقيا هي ليست كلها استثمارات عمومية، الجزء الكبير من هذه الاستثمارات هي استثمارات قطاع خاص مغربي الذي يسعى إلى نقل تجربته التي راكمها في المملكة المغربية إلى الدول الإفريقية من أجل خلق قيمة مضافة يمكن أن تحدث تحولا نوعيا على مستويات متعددة في هذه الدول.